السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بطلابنا جريد 6، معاكم ميس السلوان. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس، وطبعا لو في حد عنده أسئلة يسيبها لي تحت في الكومنت. قبل ما نبدأ في الدرس الجديد دي كانت جزئية كانت في الدرس اللي فات، لما احنا عملنا كومبارزون بتوين بين السيريس كونكشن والبارلل كونكشن، وقلنا ان انا عندي كل البيوت متوصلة على الايه، على البارلل كونكشن، واحنا قلنا ان احنا بنفضل انهي بريفير، بنفضل انهي البارلل كونكشن اكتر من السيريس كونكشن. فادي صورة هنا بتوضح لي ان انا عندي كل اللامب متوصلين في وان روت في السيريس كونكشن، وحصل هنا ايه، حصل انا عندي بريك ان ذا واير، حصل هنا السلك هنا مثلا اتقطع او اتحرق في السيريس، فادى الى ايه، ادى ان انا عندي كل اللامب اول ذا لامب حصل له ايه، تيرن اوف، تمام. انما عندي اللي هو البارلل كونكشن، لما حصل في وان لامب حصل لها بريك ان ذا واير، تمام، اللي حصل لكل اللامب حصل له ان هو ستيل لايت، ان هما ما زالوا ان هما منورين، تمام. عنوان الدرس النهارده بيتكلم عن الدينجرز اوف الكتريسيتي يونت 2 ليسن 2، خطورة الكهرباء. قبل ما نبدأ في اللي هو في خطورة الكهرباء، هنتكلم عن البنفيتس اللي هي استخدامات الكهرباء بشكل عام في حياتنا. قالك اف، اول واحدة قالك used in cooking food and preserved in cold، مثلا انا عندي مثلا اللي هو البوتاجاز، فيه مثلا بوتاجازات بتشتغل بالكهرباء، فاحنا بنستخدمها في ايه، في الكوكينج فود، بنعمل الاكل. وعندي مثلا اللي هو الفريزر او الدفر او الدبه او الديب فريزر او الثلاجه، احنا بنستخدمها اللي احنا بنحفظ فيها الفيجيتابل والفروت والفود بشكل عام، صح. دي اول استخدام للكهرباء. تاني استخدام بنستخدمها في اللايتنج هاوس اند ستريت، بنستخدمها في اضاءه في المنازل وكمان في الاضاءه في البيوت، تمام، او اي حته، تمام. تالت حاجه بيقول لك ايه، اوبريت سام ماشينز اس تي في اند راديو، يعني احنا بنستخدمها، بنعمل تشغيل بعض من الاجهزه اللي بتحتاج للكهرباء، زي مثلا التي في او الراديو او الوشن ماشين او مثلا المراوح، كل دي بتحتاج ايه، بتحتاج الكتريسيتي، صح ولا لا. هنيجي بقى هنا نتكلم عن نقطه. دلوقتي احنا كنا واخدين عارفين في جريد 4 ان انا عندي ماتيريا بتبقى good conductor of electricity، وفي مواد بنقول عليها bad conductor of electricity، تمام. فجاهم العلماء راحوا قسموا الماتيريال are divided two types الى نوعين، المواد اللي بتمر من خلالها الكهرباء اللي هي good conductor of electricity قالوا عليها ايه، electrical conductor، انما المواد اللي هي الماتيريال اللي مش بتخلي الكهرباء تمر من خلالها بنقول عليها الانزيوليتور، تمام. فنقول كده الديفينيشن في اللي هو الكوندكتور، قال لك ايه، ماتيريال allow electricity to flow through it، يعني الكهرباء بتمر من خلالها، ده مين، الكوندكتور، تمام. انما الانزيوليتور بتبقى ايه، ماتيريال not allow، ما بتخليش الكهرباء تمر من خلالها، تمام. اداك اكزامبل زي ايه، مثلا زي الكوبر والالومنيوم والايرون، تمام. انما في الانزيوليتور بتبقى زي مين، اللي هو الوود والبلاستيك والجلاس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بطلابنا جريد 6، معاكم ميس السلوان. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس، وطبعا لو في حد عنده أسئلة يسيبها لي تحت في الكومنت. هنتكلم عن الدينجرز اوف الكتريسيتي، خطورة الكهرباء. بيقول لك types of injuries resulting in improper use of electricity،
هيقسموا الإصابات اللي بتحصل للإنسان بشكل عام على على حسب اللي هو الاستخدام الخاطئ للكهرباء، تمام؟ فروحوا قسموها اللي هو الـ types of injuries اللي هو الإصابات لحاجة اسمها direct injuries وحاجة اسمها الـ indirect injuries، تمام؟ الـ direct injuries يعني دي الكهرباء دي اللي بتصيب الإنسان بشكل مباشر، وهناخد عليها 3 أمثلة وهنشرح كل واحدة بالتفصيل، بس عرفوا ان التلات أمثلة دول تبع مين؟ تبع الـ direct، ودول التلات دول بيبقوا مهمين جدا في الامتحان. أول واحدة اسمها electrical fire، fire يعني حريق، تمام؟ حريق، تمام. إنما الإركتيكال شوك اللي يعني صدمة كهربائية، والإركتيكال بيرن معناها حروق، تمام؟ بيرن معناها جاية من كلمة حروق، إنما فاير معناها حريق. عشان في ناس لما نيجي ناخد بقى كل واحدة بالتفصيل، في ناس بتتلخبط من فاير ومن بيرن، تمام؟ أما اللي هو النوع التاني اللي هنقسمها حاجة اسمها الإندايركت إنجورز. يبقى أنا دلوقتي فهمت إن أنا هنقسم اللي هو types of injuries لحاجتين، حاجة اسمها direct وحاجة اسمها indirect، تمام؟ direct injuries و direct in injuries، تمام؟ عرفنا ان direct injuries دي الكهرباء اللي بتسيب الانسان بشكل مباشر، وخدنا منها 3 example، مين هما؟ electrical fire و shock و burn، تمام؟ انما ال indirect injuries هنعرف دي مع دي اللي بيحصل فيها. هنتكلم بقى عن ال indirect injuries، تمام؟ ماشي، اللي هو الإصابات الغير مباشرة، ونفهم منها إيه الفرق بين الدايركت والإندايركت. إحنا قلنا الدايركت إن أنا عندي إن الإنسان بيتصاب بطريقة مباشرة الكهرباء، تمام؟ وخدنا منها 3 إجزامبل، تمام؟ أما الإندايركت ده بقى بيقولك إيه في الديفينيشن؟ بيقولك like injuries that result from feeling from a top of leather due to an electrical shock. يعني إيه؟ أنا دلوقتي عند الرجل اللي في الصورة ده كان واقف على السلم، كان بيصلح مثلا اللمبه او سلك ما وراح اتكهرب، تمام؟ ولما اتكهرب راح وقع من على السلم، وترتب على كده ان انا عندي ايده ورجله اتكسرت، تمام؟ هو ممكن اصلا ما يكونش اصلا اتكهرب، فممكن من الخضه بتاعت الكهرباء راح وقع واتزحلق، وراح ايه اللي حصل؟ راحت ايديه ورجله راحت اتكسرت، تمام؟ فدي بنسميها ايه؟ بنسميها الاندايركت انجرز. انما اللي هو الدايركت بقى اللي هو المباشر، ان الكهرباء بتسيب الانسان بطريقه مباشره وخلاص، تمام؟ وخدنا من ندره اكزامبل اللي هو الفاير والشوك والبيرن، تمام؟ ودول هنشرح كل واحده بالتفصيل ايه الفرق بينهم. تعالى بقى نتكلم عن الكتريكال فاير، تمام؟ الكتريكال فاير اللي هو الحريق، خلي بالكم الكلمه دي حريق اللي هي الفاير، عشان في ناس بتتلخبط من هي الكتريكال بيرن اللي احنا هنتكلم عنها، تمام؟ فهمسك بقى اللي هو الديفينيشن بتاعها بيقولك ايه؟ there are fire result of increased temperature of electrical machine. يعني انا مثلا رحت مثلا عشان اكوي مثلا هدوم، تمام؟ فحصل حاجة، رحت انا انشغلت وسبت المكوة شغالة، تمام؟ رجالي مثلا تليفون او الباب رن او الباب خبط او حد نادى عليا، تمام؟ وكل ده انا نسيت المكوة شغالة، راح ايه اللي حصل؟ راحت المكوة راح اتحرقت الهدوم، ومش بس كده كمان، راح اتمسكت في الفرنيتشر اللي هو الاساس، اذا كانت بقى ستاره كنبه اي حاجه، وراحت كل ده وراحت بقى عملت ايه؟ راحت ولعت في البيت كله، تمام؟ ده بنسميه ايه؟ بتسميه electrical fire. electrical ايه؟ fire. ده بيكون بسبب ايه؟ بسبب increased temperature of electrical machine، تمام؟ فتعالى كده بقى نمسك الريزون. قالك اول حاجه ده بيكون سبب ايه؟ السبب ان هو بيحصل burning of material like closes and furniture when your clothes electrical machine to generated heat. يعني ايه؟ يعني انا مثلا اللي انا قلت عليها ادي اللي في الصورة، هي الصورة موضحة كل حاجة. انا سايبة المكوة شغالة، وروحت المكوة وهي شغالة راحت مسكت في الايه؟ في الفرنيتشر اللي هو مثلا زي الستارة، وراحت حرقت، تمام؟ راحت مثلا ايه اللي حصل؟ خلت الهدوم او اللي هو الستاره راحت حرقت للدنيا. ده بسبب ايه؟ بسبب ان انا عندي اللي هي الالكتريكال ماشين اللي هي الجهاز الكهربي ده عمل تو جنريتد هيت، ولدت لي حراره، ولما ولدت لي حراره خلت ان انا الهدوم او الاساس تمسكها فيها وراحت حرقتها، تمام؟ ده بنسميه ايه؟ بنسميه الكتريكال فاير. ده شكل من الاشكال. او مثلا بيحصل ايه؟ بيقول لك ممكن يحصل operation more than one machine in one socket causes
الكتريكال فاير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا مش احنا اللي بيبقى فيه ساعات في البيت مشترك، بنمسك المشترك الواحد بنحط فيه كذا فيشه، زي مثلا ايه، بنحط مثلا فيشه مثلا عشان نشحن الموبايل، وفيشه مثلا عشان نشحن اللاب، ومثلا فيشه عشان نشغل فيها المروحه، وفيشه عشان نشغل اللي هو الايه مثلا اللي هو التلفزيون. شايفين كل ده فيشه، كل ده بنعمل لود على اللي هو الايه على السوكت، فده بيخلي ان بيعمل جنريتد هيت، بيولد لي حراره، فبيولد لي اللي هو الفاير. يعني اسباب الفاير ممكن انا اسيب اللي هو الايه، اسيب اللي هي المكوه، فالمكوه تولد لي ايه، تولد لي جنريتد هيت، فبعد كده تمسك في الاساس اللي هو الفرنتشر وتولع لي الدنيا. تمام، دي اسمها ايه؟ دي اسمها الالكتريكال فاير، او سبب من الاسباب السوكت اللي هو المشترك. روحت مثلا حطيت فيه كذا فيشه، فده سبب لي اوفرلود اند جنريتد هيت، سبب لي حمل كبير على المشترك، وخلى بعد كده ان هو يولد لي شراره كهرباء وحريق. تمام، او ليفنج ماشين ذات جنريتد هيت كونكت افتر يوز. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني انا مثلا سبت السخان او سبت المكوه شغاله لفتره من الزمن، بيريود اوف ذا تايم، على طول وما فصلتهاش، زي مثلا السخان. تمام، او المكوه والسخان، لما كل ده شغالين. تمام، فكل ده راحت الاله اللي هي الكهربائيه، الجهاز الكهربي ده ورد لي حراره، فده بيسبب لي ايه؟ بيسبب لي الفاير. يبقى انا دلوقتي يا ميس فهمت ان الفاير ده خاص بالاجهزه، خاص ان انا ايه حصل حريق مثلا في الستارة، في الكنبة، في المكوة، في السخان، في مثلا في العفش بتاع البيت، الترابيزة، كل ده بيحصل ايه؟ بيحصل electrical fire. ده بسبب من الاسباب ان حصل increase of temperature machine. تمام، فخلى بعد كده ان يحصل generated of the heat، ان هو يولد لي حرارة. اذا كانت المكوة راحت ولدت لي حرارة فحرقت لي البيت، او مثلا، يبقى انا كده خلاص فهمت ان انا عندي الكتريكال فاير ده ممكن يكون سببها ان انا عملت ايه، ان انا شغلت اكتر من جهاز على وان سوكت اللي هي المشترك. تمام، او سبت الاجهزه شغاله وما فصلتهاش، زي مثلا السخان او المكوه. تمام، دي كل دي اسباب بتخلي ان هو يحصل فيها الكتريكال ايه، الكتريكال فاير. ده بسبب ايه؟ ان بيحصل انكريز، كلمه السر بقى ايه، انكريز اوف تمبريتشر اوف الكتريكال ماشين. تمام، الكتريكال شوك بيسموها بالعربي الصدمه الكهربائيه. تعال ناخد الديفينيشن بتاعها، بيقول لك ايه؟ resulting from passing the electrical current pass through human body. يعني ايه؟ يعني الكهرباء لمست جسم الانسان وخلته يتكهرب. فالحاله دي بنسميها ايه؟ بنسميها الشوك. ده مختلفه خالص عن الكتريكال فاير. الكتريكال فاير ان بيحصل increase of temperature of electrical ايه، electrical machine، مش اي جهاز، ده قال لك ايه؟ electrical machine. تمام، انما الكتريكال شوك ان الانسان ان لما الكهرباء بتمر من خلال الجسم بيتكهرب. خلاص، دي واضحه دي. تمام، طب ليه الانسان يعتبر ان هو البادي اوف ذا هيومن، البادي اوف هيومن جود كوندكت اوف الكتريسيتي؟ ليه الانسان بيعتبر جيد توصيل في الكهرباء؟ لان انا عندي جسم الانسان بيحتوي على ميه، صح ولا لا؟ قال لك بيكوز 70% ذا بادي هاز ووتر. لان انا عندي جسم الانسان بيحتوي على 70% من الميه، عشان كده ان الانسان يعتبر ان هو جود كوندكتور اوف الكتريسيتي. تمام، وده سؤال مهم جدا في الامتحان. تعال ناخد بقى الريزونز، ايه الاسباب اللي بتخلي الانسان ان هو يحصل له الكتريكال شوك. قال لك when the body touch non insulated wire has electrical current and second part بين قوسين ground. يعني ايه؟ يعني انا عندي لما يكون جسمك، تمام، جزء من جسمك راح لمس اللي هو insulator wire، يعني اللي هو سلك مكشوف. يعني ايه سلك مكشوف؟ يعني غير معزوب بالبلاستيك. تمام، يعني انت ماسك اللي هو السلك نفسه. تمام، مش ماسك اللي هو حته البلاستيك. تمام، اكن حته البلاستيك ده مش موجوده، فانت ماسك السلك نفسه. تمام، زي اللي موجود في الواد اللي في الصوره ده، واقف على الارض، تمام، بحافي كده، وماسك اللي هو حاجه اسمه ايه، نون انسيوليتد واير، ماسك سلك مكشوف بايديه كده، فراح حصل له ايه؟ حصل له الكتريكال شوك. الواد الذكي ده، مش عايزه اقول لكم يعني ذكي جدا، راح قال لك ايه؟ انا خلاص انا مش هقف على الارض. تمام، ده انا هجيب كرسي وهقف عليه، ومش اي كرسي، ده كرسي
بنقول كرسي حديد، تمام؟ يعني ايه conduct؟ conducting material، يعني هو بيكون جاي توصيل للكهرباء، يعني الواد ده واقف تمام وراح ماسك non-insulator wire، تمام، سلك مكشوف، وبالزائد ان هو واقف على كرسي من الحديد، تمام، من الايرون. فايه اللي حصل؟ حصل له ان هو الانسان ده الواد ده اتعرض للالكتريكال شوك، تمام. انما الحاله الثالثه بيقول لك ايه؟ when the body touch تو نون انسيوليتد واير. لا بيقول لك انا هبقى ذكي اكتر، يعني شايف اللي مش عايز اقول لكم الغباء وصل لغايه فين. راح مسك الواد ده بقى اتنين سلكين مكشوفين، تمام، ماشي، وراح ايه اللي حصل له؟ برده حصل له الكتريكال شوك من كتر الكهرباء، الواد شعره وقف. يبقى انا دلوقتي خدنا ان انا عندي الالكتريكال فاير ده بسبب ايه؟ ده خاص لما بيحصل فيه لما بيحصل درجه الحراره بتاعه اللي هو الالكتريكال ماشين بيحصل لها انكريس، تمام. انما اللي هو الشوك ان انا عندي الالكتريكال كارنت بس رو من خلال اللي هو الهيومن بادي. ليه؟ لان انا عندي الانسان يعتبر ان هو جود كوندكتور اوف الكتريسيتي. ليه برضو؟ لان انا عندي جسم الانسان بيحتوي على 70% اوف ايه اوف ووتر ان ذا هيومن بادي، يعني هو عنده حوالي 70% من محتواه في الجسم من الميه، تمام. تعالى بقى ناخد اللي هو الايه الالكتريكال بيرنز، تمام، اللي هو الحروق. التانية كان اسمها الالكتريكال فاير، دي خاصه بالحريق. يعني ايه حريق؟ يعني بيحصل حريق في مثلا في الايه في العفش، او مثلا في الالكتريكال ماشين، او في الستاير، في الفرنتشر، او في الكلوز، او في الملابس، او في اي حاجه، تمام. انما الالكتريكال بيرن ان هو بيحصل حروق، يعني خاصه حروق يعني في الايه في جسم الانسان، تمام، يعني بيحصل دامج اوف ذا تيشو، بيحصل تلف او تدمير في انسجه الجسم نفسه بتاعه الانسان، تمام. تعال ناخد الديفينيشن بتاعها، بيقول لك ايه؟ resulting from the erectic electricity causes damage of tissue of the human body. اهي كلمه السر ايه؟ damage of tissue of human body. يبقى كانت الالكتريكال فاير ان بيحصل increase of temperature of ايه الالكتريكال ماشين، تمام. انما الالكتريكال شوك ان انا عندي الكهرباء ان الكهرباء لما بتمر لما بتمر من خلال جسم الانسان بالكهرباء بيحصل له الالكتريكال شوك. انما الالكتريكال بيرنس كلمه السر ايه؟ دامج اوف تيشو ان هيومن بادي، يعني بيحصل فيه تلف او تدمير في انسجه الجسم، تمام. تعال نشوف ريزونز اسبابها ايه. زي ايه مثلا؟ بارت اوف بادي اوف هيومن تاتشز A source of electrical current. يعني ايه؟ يعني مثلا زي الواد اللي في الصوره ده راح ماسك مسمار، تمام، وراح دخلها في الفيشه، يعني الواد ده ذكي قوي. راح حصل له ايه؟ راح الواد ده حصل له دامج اوف ذا تيشو، حصل له ان هو خلاص حصل له ان انا ايده اتحرقت، تمام. او مثلا ايه بيقول لك بقى في الصوره اللي هي في الصوره الثانيه، بيقول لك ان هو البارت اوف بادي هيومن تاتشز فاير. يعني مثلا زي الواد اللي في الصوره ده راح الفيشه مثلا ولعت وسخنت حصل لها فاير، تمام. راح الواد بذكائه راح مسك الفيشه وهي فاير، راح الواد ايه؟ راح الواد حصل له بيرن، الايده اتحرقت، تمام. او ايه؟ او بارت اوف ذا بارت اوف بادي هيومن تاتشز الكتريكال ماشينز تو جنريتد هيت. يعني ايه؟ يعني زي الواد اللي في الصوره ده راح مسك اللي هو الكتريكال ماشين، تمام، اللي هي عملت لي جنريتد هيت. يعني انا عندي المكوه دي متوصله بالايه؟ متوصله بالفيشه، تمام، والمكوه دي راحت سخنت، تمام. راح الواد راح حط ايده في القعده بتاعه اللي هي المكوه السخنه، راحت الواد حصل له ايه؟ بيرن، حصل له ايه؟ اركتيكال بيرن. يعني ايه؟ حصل له حروق في ايده، تمام. هنتكلم بقى عن حاجه اسمها الايه؟ البريكوشنز، اللي هي الاحتياطات اللازمه لما نيجي نستخدم الكهرباء، تمام. دونت انسرت ميتالز in the socket، يعني ما تحطش مثلا مسمار او قلم في الكهرباء، تمام. don't leave the wire naked and not insulated، يعني ما تخليش السلك مكشوف، تمام. يعني مثلا ايه؟ خلي السلك يكون معزول باللي هو بحته البلاستيك بتاعها عشان نعرف نمسك السلك كويس، تمام. don't place server connections in the same socket، يعني ما تحطش كذا فيشه في نفس السوكت في نفس المشترك، تمام. ايه كمان؟ don't play with the electrical connections، ما تلعبش باللي هو الايه؟ ما تلعبش باللي هو بالتوصيلات الكهربائيه، تمام. don't touch the electrical machine that are connected to
electrical current with with weight hand. يعني ما مثلا يعني ما تكون مثلا ايدك مبلوله ماشي، ما تمسكش ما تمسكش اللي هو الكتريكال ماشين بايديك كده وانت يعني انت مثلا واحد مثلا بيكون ايديه مبلوله ويجي يمسك اللي هو الفيشه، لا طبعا ما ينفعش، ده كل ده حاجات غلط، الكهرب بقى ما ينفعش، يا اما كده هيحصل لك ايه، يحصل لك الكتريكال شوك. وفي حاجات كمان لازم تخلي بالك منها، زي مثلا ايه، زي في ناس بتسيب الاسلاك على الارض وتفضل بقى ماشيه رايحه جايه عليها ولا كني في سلك مثلا ماشي على الارض، تمام؟ وده بيحصل في البيوت كتير جدا، تمام؟ كتير مننا بيحصل الكلام ده، تمام؟ يبقى don't place electrical wire on the on the ground، تمام؟ في ناس بقى لما بتيجي مثلا تنظف مثلا الكمبيوتر او تنظف مثلا اللي هو التلفزيون من اي تراب عليه، بيبقى بتبقى المفروض ان بساعات بقى هما بينظفوا بتبقى الفيشه محطوطه، طبعا ما ينفعش، تمام؟ don't try to fix or clean any electrical machine، تمام؟ زي ما انا ما قلت، تمام؟ place a pieces of plastic in the in the socket، يعني حط عازل يعني خلي يكون في عازل ما بين الحاجه اللي انت تستعملها عشان ما تتكهربش، تمام؟ انا الحمد لله خلصت، تابعونا على القناه لان انا هنزل اسئله خلال الفتره اللي جايه خاص باللي هو بليسون 1 وليسون 2، تمام؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.